ماك السيم مالك شك ما عاجبنيش مالك والله اللي وقع لي انايا ما تقولوا شي واحد ما حاشي تيق وش واحد الصدفه وقعت لي بزاف خياليه. تخيل معايا البارح مشيت الحمام اخويا كنت حمحم بخير وعلى خير نريح انا والدري صاحبي كنلعبوا في السخون عندي سطا الماء بارد وسطا السخون هزيت بغيت نضحك مع الدري صاحبي جيت في واحد الشارف كان كيتهو كيتكسل واحد حنا كنا ثلاثه واحد الشارف كيتكسل انا مريح لهنايا والاخر حدايا صاحبي رشيت شويه الماء بارد ويجي ما جا في هذاك الشارف دابا ملي رشينا عليه وجا في الماء بارد قلت كنهضر معاه قلت له اخونا الله يرحم لك الوالدين سمح لينا غلطنا فيك جبنا فيك الماء بارد وكذا اسمع خونا ما بقاش بغيت فيك معايا ديك الشارف تبارك البارك كسرتو جي القايم ما جي الهادي بقى كيعير فينا المهم ما بغاش يحشم شديت الكلبة تحت مو داك داك شمو عصا طرش دين مو في الحمام في هذيك السخونية طرشو السخونية ما فهمتش الضبابق بقاش كيشوف لا اللي حدا لا اللي قدام باي طرشي يا باي طرش مو ما عقلتش على مو شو مالك لقطة شناهي عمت انايا لعبت انا والدري خرجنا خلي دين مو سخفان في الحمام وخرجنا في حالاتنا شو الصدفة الغد ليه عيط للدرية اللي باغي نخطب تارك عارفة باغي نتزوج به ما تقولش لي با الو السلام عليكم قلت لها فين في خير كلشي بخير ما نشوفكش اليوم قالت لي لا ما نقدرش نشوفك اليوم الوالد عدي تلقاو لي عصابه في الحمام قالت له عسق دقدقو ومريض بزاف وشاد الفراش قالت لي دابا ما نقدرش نشوفك قالت لي لا اسمح لي وهادي ودابا لي المصيبه اللي سقطتني هي دابا انا داير مع من هنا الشهر غنجي نخطبك قلت لها هي انا من هنا الشهر غنجي نخطبك خليتي ضاربو خليتي ضاربو دابا كيفاش غنمشي نخطب هذاك السيد ولا خالي ضاربو اش غندير تجميل مشي على السوفي طالوني نركب وجه اش غندير دار لك الصار شو لا لقطه كي داير دابا الدري دار معاه 3 سنين وانا معاه كيفاش دابا غنشرح لوالديها مشان اللي ضربته في الحمام هو اللي سالخ لها باها عرفتي بعد ما ساقت لي اخبار انا سالخ لها باها وبا بعد الا مشينا نخطبوا راه ولات تلاه علينا تما في الدار هو اصلا جا الفيطه في الحمام كان قتله متفاكش معنا عاد فما هضرت اصبر السيم اصبر اصبر لك ما كتسجل ولا شي حاجه والله انت درت لك فيديو بالربا